بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. أحكام المرأة في الصيام. الدرس 24. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحيا الله فضيلته وبيه. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذه أسئلة أيضا تابعة لبعض أحوال المرضى في رمضان. تقول امرأة تعاني من فشل كلوي ومنعها الأطباء من الصيام، فماذا يجب عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من به مرض مزمن، يعني لا يرجى شفاؤه ولا ينتظر أن يعافى منه الإنسان، فهذا لا صيام على صاحبه، وإنما تجب عليه الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم بمقدار 1.5 كيلو عن كل يوم تدفع للفقراء، قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم. الطعام يا شيخ هنا في الفدية، الطعام في الفدية يكون من قوت البلد. نعم. مما يؤكل في البلد. نعم. هذه أيضا امرأة مريضة في المستشفى ولا تستطيع الصيام لأنه يوضع عليها المغذي، فماذا يجب عليها؟ يجب عليها أن تفطر من أجل المرض، قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذه تفطر وتقضي هذه الأيام التي أفطرتها من أجل العلاج، من أجل وطأة المرض، تقضيها من أيام أخر. نعم. الحمد لله. هذه أيضا يغمى، أو تقول: يغمى علي قليلا وأحيانا أكثر من ساعة في نهار رمضان ثم أفيق، فهل يبطل صومي بذلك؟ لا يبطل الصوم إذا أفاق المغمى عليه جزءا من النهار، فإنه لا يبطل صومه لوجود النية في أثناء النهار، فلا يبطل صومه، لأنه قد نوى عند السحر ثم أصيب بالإغماء ثم ارتفع الإغماء وهو في النهار، فعادت إليه النية، فلا يبطل صومه. نعم. الحمد لله. لو كان مغمى عليه من ليله فأصبح مغمى ثم أفاق، لا، هذا ما نوى عند السحر، المغمى عليه من الليل يكون ما نوى عند السحر. نعم. فلا بد من قضاء هذا اليوم. يمسك إذا صحى، يمسك بقية اليوم. نعم. ويقضي. نعم. هذه أيضا تسأل: ما حكم استعمال القطرة في العين أو الأذن؟ الاحتياط اجتنابها، لأنها منفذ، فإذا استعملها ووجد طعمها في حلقه فإنه يقضي هذا اليوم، ابتداء يتجنبها. نعم. ويبتعد عنها، لكن لو استعملها وتسربت إلى حلقه ووجد طعمها في حلقه فإنه يفطر بذلك ويقضي، يعني يفسد صومه ويقضي هذا اليوم. نعم. لو تيقن يا شيخ أنه مجها، أو إذا لم تصل إلى حلقه فإنه يكون قد أخطأ بتناولها، لكن صومه صحيح. نعم. هذه أيضا تسأل عن استعمال فرشة الأسنان بعد الفجر، وتقول: أحيانا أشاهد دما خفيفا يخرج من اللثة، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك، ويجوز للصائم أن يستعمل فرشة الأسنان وأن ينظف أسنانه وأن يستاك، ولكن عليه أن لا يبتلع ما يتحلل من المعجون، لا يبتلع ما يتحلل من معجون الأسنان، يحترز من ذلك ويلفظه. نعم. هذه أيضا تسأل، تقول: أستعمل بخاخا للربو وأحتاجه في نهار رمضان في بعض الأحيان، فهل أفطر إذا استخدمته؟ هذه ترسل مندوبا عنها إلى دار الإفتاء، وفيه فتاوى موجودة، يأخذ صورة منها لها في موضوع الاستعمال البخاخ في أثناء الصيام. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه تقول أيضا: عندي ألم في الحلق، فأخذ أحيانا
دواء الغرغرة، فهل علي شيء تغرغر به؟ ما لا يجوز هذا، لأن الغرغرة في الحلق تذهب منها شيء إلى الجوف، فلا تستعمل الغرغرة وهي صائمة. لكن المضمضة في الفم لا بأس، إذا كانت المضمضة في الفم ولا تصل إلى الحلق فهذا لا بأس به، لأن الفم في حكم الظاهر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق، ونهى عن المبالغة في ذلك لئلا يصل إلى الحلق. فالغرغرة الواقع أنها تصل إلى الحلق ويجد طعمها ويتسرب إلى جوفه، فلا يتغرغر وهو صائم. نعم، بارك الله فيكم. هذه أيضا تقول: آلمني سني بشدة فهل في نهار رمضان، فهل أفطر إذا خلعته؟ لا تفطر إذا خلع، يجوز للصائم أنه يخلع الضرس وهو صائم ولا حرج عليه في ذلك، لكن يتحفظ عن أن يبتلع شيئا من الدم أو من الأدوية التي يضعها الطبيب لخلع الضرس، تتحفظ من بلع ذلك، فإن ذهب شيء من غير قصدها فلا حرج عليها في ذلك. الحمد. نعم. هذه أيضا تقول: طلب منا لوالدتي التبرع بالدم إذ كانت مريضة، فتبرأت أنا وأختي في نهار رمضان، فهل علينا شيء؟ نعم، سحب الدم لأجل إسعاف مريض به أو لأجل التبرع به يعتبر من المفطرات، لأنه مثل الحجامة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. نعم. هذه أيضا تسأل تقول: إذا غسلت المرأة ابنها الصغير من النجاسة وهي متوضئة، فهل ينتقض وضوءها؟ لا ينتقض وضوءها بتغسيل ابنها الصغير إلا إذا لمست فرجه بدون حائل، إذا مست فرجه بدون حائل انتقض وضوءها، أما ما لم تمس فرج الطفل فلا حرج عليها ولا ينتقض وضوءها. نعم. تقول: هل الاغتسال يجزي عن الوضوء؟ إذا نوى من عليه الحدثان الأصغر والأكبر، نوى إدخال الأصغر مع الأكبر واغتسل، يعني صب الماء على جسمه ناويا بذلك رفع الحدثين، أجزأ ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. وإذا مس في أثناء ذلك فرجه من غير قصد؟ إذا مس فرجه فلا بد من إعادة الوضوء، لأن مس الفرج باليد مباشرة ينقض الوضوء، فيعيد الوضوء. نعم. سواء بقصد أو بدون؟ بدون بقصد أو بدون قصد، إذا مس فرجه بيده بكفه فإنه ينتقض وضوءه. نعم. تقول: أتناول العشاء متأخرة ثم أنام، وقد أنام عن صلاة الفجر في وقتها، وقد أصليها بعد طلوع الشمس، فهل يصح صيامي وهل علي إثم في تأخير الصلاة عن وقتها؟ هذه فيها مسألتان، المسألة الأولى حكم الصيام، إذا نوت الصيام من آخر الليل ونامت ولم تتسحر صح صومها لوجود النية قبل طلوع الفجر، والسحور ليس بواجب. المسألة الثانية تأخيرها الصلاة عن وقتها، إذا كان هذا بصفة متكررة وهي تعلم هذا، هذا لا يجوز لها ولا تصح صلاتها، لأنها تعمدت إخراجها عن وقتها. أما إذا كانت ناوية الاستيقاظ وناوية الصلاة في وقتها لكن غلبها النوم، فهذه معذورة، تصليها إذا استيقظت، قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها يصليها إذا ذكرها. أما تعمد تأخير الصلاة يقول الإنسان بنام وأخذ راحتي ومتى ما قمت أصلي، فهذا لا يجوز ولا تصح صلاته إذا أخرجها عن الوقت. نعم. البعض فضيلة الشيخ قد يوقت الساعة بعد صلاة الفجر على سبيل المثال على وقت دوامه أو نحو ذلك، ويظل على هذا الأمر وهو يعلم أنه لن يقوم إلا في تلك الساعة بعد طلوع الشمس، فما حكم مثل هذا؟ مثل الأول، هذا متعمد، يعني ما ناوي أنه ما يقوم إلا لبغى يروح للدوام ويصلي عند ذلك، هل متعمد إخراج الصلاة عن وقتها فلا تصح صلاته. نعم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ أيضا تقول: تعمد زوجي أن يسافر من أجل الإفطار ولأجل معاشرتي، فهل يصح منه ذلك وهل علي إثم
إذا طاوعته أفتوني مأجورين. المسافر له الرخصة في الإفطار، له الرخصة في الإفطار لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما دام أن هذا السفر مباح فإنه يترخص فيه، ولو كان للنزهة، ولو كان لتجارة أو لزيارة أقارب أو غير ذلك من الأمور، إلا أنه إذا كان قصده أن يجامع زوجته في السفر فإنه يكره له ذلك. هذا يكره، لا نقول أنه يحرم، لكن نقول يكره له هذا القصد. نعم. لعلنا نختم هذه الحلقة بهذا السؤال، تقول فيه صاحبة: هل الأفضل لي أن أفطر الصائمين في بلد الذي أعيش فيه أم أشتري من الاستمارات التي تقوم بها بعض الجمعيات الخيرية لتفطير المسلمين في بلاد أخرى، مع العلم بأن حاجة هؤلاء أشد؟ إفطار الصوام والصدقة على الفقراء الذين في البلد والجيران لا شك أنها أولى، بل قد تكون هي الواجبة على من علم بحالهم، من أولى من إرسالها إلى جهة لا يعلمها ولا يدري هل تصل إليها أو لا. فلا شك أن أهل البلد وفقراء البلد، ساكين البلد، أولى بالصدقات والزكاة وتفطير الصوام. نعم. لعلنا نختم هذه الحلقة بما أجبتم به فضيلة الشيخ، فشكر الله لكم وجعل ما بينتم ووضحتم في موازين أعمالكم إنه سميع مجيب. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى أن نلقاكم في لقاء مقبل بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.